طيب طبعا احنا عملنا العرض خلاص، عرض البيانات بتاع شخص واحد وعرض البيانات بتاع واحد. لسه عندنا عمليات اساسيه، الاضافه، التعديل، الحذف. ف عشان اقدر احذف واحد اتاكد ان هو موجود، عشان اقدر اعدل واحد لازم اتاكد ان هو موجود، عشان اقدر اضيف واحد اتاكد ان هو مش موجود مثلا. وبالتالي في فانكشن اساسيه قوي، هو موجود ولا مش موجود؟ لاني اعملها فانكشن منفصله، هو موجود ولا مش موجود، لان تهمني في ان انا اقدر اتعرف عن الشخصيه موجوده مش موجوده. طبعا في الاضافه لازم يكون مش موجود، اما في الديليت وفي الابديت، في الديليت وفي الابديت لازم يكون موجود عشان اقدر احذفه او اقدر اعدل. وبالتالي في فانكشن تقول لي هو موجود ولا مش موجود بس، ودي بالنسبه لي فانكشن 1. وبالتالي انا هعمل another example. ده كان ده مش عارف كام 19 مش محتاج دلوقتي ولا شو ولا برنت ولا كلام من ده، تقول شيل. تمام، انا بس كل عايز تشوفوا الابلي exists ولا لا، وترد على تقول لي اه ولا لا. طبعا الفانكشن عشان تشتغل محتاجه انك تبعت لها بيانات اللي انت عايز تشيك موجوده مش موجوده. يعني مثلا ايه، احنا بنبحث بالاي دي او بالاي دي، يبقى خلاص يبقى ابعت لها الاي دي وهي ترد تقول لي الاي دي ده موجود ولا ما هوش موجود، او الايميل او الاسم، اي حاجه انا يعني بالاي دي. بالاي دي ده موجود ولا ما هوش موجود. تمام؟ طيب اكزيست موجود، هديها اول حاجه ايه؟ فولس، يعني باي ديفولت هي هو مش موجود الى ان يثبت العكس، فانا اديتها اول حاجه هي فولس. تمام، وهبدا اعمل لوب، اعدي على الاول اشوف موجود ولا مش موجود، الثاني الثالث الرابع الخامس العاشر، يا اما في الاخر تبقى موجوده يا اما في الاخر تبقى مش ايه؟ مش موجود على حسب. فالاول نعمل لوب، اقول له فور ام ام اي، قلت له جوه ادور جوه الامبليز، الامبليز بتاعتي خلاص دوت فايند، هيقول لي هتفايند على تاج اسمه ايه؟ تمام، التاج ده انا لا الاول انا هفايند هو لازم، لان انا هقول له جيب لي كل الايه التاجز اللي اسمها امبليز. تمام، فلازم اقول له دور لي جوه الامبليز. وبالتالي الام هيبقى اول مره التاج الاول بتاع الام، ثاني مره يبقى التاج الثاني، الثالث التاج الرابع والاخر. طيب انا هسيرش على التاج اي دي، هجيبه ازاي؟ عرفنا من الام او دوت ايه دوت فايند، فايند هول، الفايند هيقول لي اسم التاج ايه، هقول له التاج اسمه اي دي وانا عايز التكست اللي جواه. كده جبت التاج الاي دي اللي موجود، اقارنه بالايه؟ باللي مبعوث لي اللي انا ببحث عنه، اقارن باللي مبعوث لي اللي انا ببحث ايه؟ ببحث عنه. فاقول له اف ان التاج اي دي لو طلع بيساوي الاي دي اللي فوق. تمام؟ حلو جدا. ايه اللي هتعمله؟ شوف الحالة دي الاكزيستس هتبقى بترو، الاكزيستس هتبقى بايه؟ هتبقى بترو. وطبعا ليه عملت كده؟ طب انا ممكن على طول ريتيرن ترو وخلصنا، عشان حتى ال عشان الفانكشن تقف، يعني يعني لان هو جوه لوب دلوقتي، فعمل ريتيرن ترو كله وقف وخلصنا. لا، اما لو عدى الاف وعدى الفور فمعناها ان هو لف 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 ولا مره جابت ريتيرن ترو، فبالتالي بالنسبه لي هي ريتيرن ايه؟ ريتيرن فورس. قريبا من السيرش، هي سيرش بس سيرش من غير عرض بيانات، يا لا سيرش بعرض ايه؟ يا لا موجود ولا مش موجود؟ فكره بسيطه يعني.
والله احنا تقريبا لو نزلنا كده فين سيرش كورنتلي سيرش يمكن الاكزامبل رقم 17 تقريبا هي بالظبط. احنا طبعا عاملينها بس احنا كنا مدخلين هنا الاي دي، انا ما خدتش بالي عاملينها هي سيرش فور انفي ويرد عليا، بس هنا بيرد عليا بريتوب وفلوس، وده صح. فكنا المفروض هي نفس الفكره دي بالملي، بس الاي دي كنا باعتينه هنا بارامتر وخلص، هو ارجمنت وخلص، ما كانش محتاجين ان احنا يقول لي. بس احنا كنا بنزود ان احنا لما يكون موجود كنا بننادي على البرنت، هنا مش بننادي على البرنت، يعني في اختلاف ده، يعني في اختلاف بسيط ان الاي دي مش موجود والاصل، وان احنا بننادي على البرنت ماشي اتس اوكي. لكن احنا ولا بننادي على البرنت ولا حاجه، بس بنديله ترو او فولس وخلصنا، ولا بنبعت بياناته اصلا، يعني لو لقيناه احنا ما بنبعتش البيانات بتاعته من اصلا. طب احنا ممكن نعمل ريتيرن ترو نقول له ريتيرن الام وتبقى خلصت حلت. يبقى انا جمعت ما بين الانفلي اكزيست وما بين الايه الفايند اللي هي السيرش، فبالنسبه لي بقت واحده. لان لو جيت قلت له اللي هو ايه ام خلاص كده بقى بالنسبه لي خلاص جاب ريتيرن فولس، معناها ان مفيش انفلي. انسى يبقى على طول في بيانات، انسى يبقى على طول في ايه في بيانات. بس شوف بقى انا هبعتها تطبع ولا هعمل لها ايه، دي تبقى قصتي انا بقى. دي كده كانت الانفلي اكزيست، يرد عليا بترو او فولس، او يرد عليا بفولس لو مش موجود، او يرد لي ببياناته لو هو موجود. دي كانت الايه الفكره بتاعتها. الفكره بتاعت ان احنا الفاريبل جبنا قيمه حطيناها جوه الفاريبل وكده بنسال على الفاريبل، دي طريقه معتاده مع المبرمجين، احنا دايما بنعمل كده تمام. ليه؟ ما بنحبش الاسطر تبقى طويله، بمعنى ان ده بالنسبه لاي حد عين اي حد يقع عينيه عليه مفهوم، مش معقد ولا حاجه. وكذلك لو انا جيت متشال دي يعني وحطيتها كلها هنا، طبعا دي حاجه بسيطه يعني ما فيهاش مشكله تمام. احنا كده ببساطه نقدر طبعا نختصر، مش مشكله، نقدر نسيرش بدل ما بايكوال بنقول ان، وان دي بتشتغل معانا على النص، لو جزء من النص زي ما لو ببحث بالاسم مثلا او كده تنفع برضه، كل كلام صحيح. لكن انا بس عملتها يا اما يقول لي فولس مش موجود، يا اما بيرجع لي البيانات بتاعته بس وخلاص. نعم، فكده هتفيدني في حاجات كتير.